في إطار أحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة، نظمت محافظة الغابات لولاية تيميمون بالتنسيق مع مديرية البيئة لذات الولاية والمجتمع المدني لبلدية أولاد سعيد حملة تحسيسية حول أهمية المناطق الرطبة في الحفاظ على التربة الطبيعية والموروث البيولوجي. هذا وشهدت الحملة عملية تشجير لدعم سد زحف الرمال بقصر أولاد عبد آلي ببلدية أولاد سعيد المصنفة كمنطقة رطبة ضمن اتفاقية رمسار التغطية لعبد العزيز أغلادي. بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة المصادف ل 2 فبراير من كل عام، شاركت اللجنة المحلية للهلال الأحمر الجزائري لبلدية أولاد سعيد بالتنسيق مع مديرية الغابات لولاية تيميمون ومديرية البيئة لولاية تيميمون، حيث أعطيت انطلاقة من أمام مقر البلدية وتم توزيع مطويات على المواطنين وتحسيسهم بأهمية هذا اليوم والحفاظ على اللوحات عبر بلدية أولاد سعيد. كما انتقل الوفد إلى قصر بلدية أولاد عبد اللي حيث تم غرس الأشجار وتم ترميم السد الأخضر الذي هو الواقي من عملية التصحر في قصر أولاد عبد اللي. ارتأت محافظة الغابات اليوم أن تنظم اليوم العالمي للمناطق الرطيبة تحت الشعار العمل من أجل الأراضي الرطيبة هو عمل من أجل الناس والطبيعة. نظمت بالتنسيق مع مديرية البيئة وبلدية أولاد سعيد التي تعتبر منطقة رطيبة مصنفة ضمن اتفاقية رمسار، تعتبر المنطقة 34 على المستوى الوطني التي صنفت عام 2001 ضمن اتفاقية رمسار. ارتقينا أن ننظم حملات تحسيسية نظرا للظروف التي تعيشها البلاد من الوباء، وخصصنا التشجير على منطقة أولاد عبد اللي التي تعاني ترمد. فتعتبر هذه المناطق الرطبة هي لها أهمية يعني بيئية اقتصادية، لها أيضا بعد يعني اقتصادي واجتماعي. وإن شاء الله إحنا كنا في هذه المنطقة أن حظينا بتنسيق مع محافظة الغابات والمجتمع المدني والكشافة الإسلامية أيضا والهلال جمعية الهلال الأحمر أن قمنا بحملة تشجير على مستوى يعني قصر ولاد عبد اللي ببلدية ولاد سعيد بغرس هناك أشجار من أجل وقف زحف الرمال، لأنه هذا المشكل يعني راه تعاني من هذه المنطقة. أنا قمنا يعني بالتنسيق مع أيضا مع الجمعية، وأيضا يعني الحاجة المشكل أنه الحاجة المهمة هو إشراك المجتمع المدني وتحسيس المواطن بأهمية هذه المناطق والتي لها دور كبير في الحفاظ على التراث الطبيعي على الموروث البيولوجي على أيضا على التنوع البيولوجي، لأن لها دور كبير جدا في حماية البيئة.